يعني كيظن ان بير الوالدين هي ديك المعامله الحسنه. المعامله الحسنه راه كتعمل بها جميع الناس. لا، بير الوالدين راه درجه اعلى. البير الله تعالى وصفه بديك داك الوصف ديال الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني كتحس بالذل امامهما. كيحكيوا ان الحسن البصري رحمه الله كان اذا اكل مع امه لا ياكل، يعني غير كيدير بحال لا كياكل. سولوه قال لهم راه كنخاف لا تشهى شي حاجه ونسبقها ليها، كيدير واير دغما وكيدير بحال لا كياكل وكيخليها هي تاكل على خاطرها. حنا لا، كنلقى الوالدين كيتسابقوا معاهم ولادهم على الطاجين، كيساليوه قبل الوالد يلاه ولا كتحط لهم الام الغداء كيبداو هما كياكلوا. الله، الوالده راه كنتسناوك، كتجي كتلقى الطاجين تلحس مشى سالوه. وهذا كله يدل على ان الانسان لم يفهم مرتبة الوالدين. رأى الوالدين يأتيان بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، وسخط الوالدين من سخط الله، ورضا الوالدين من رضا الله. وخذوا قاعدة لا نقاش فيها، كل من يسر الله له أموره في دينه ودنياه فمن وراء ذلك دعوات من الوالدين. كاع اللي شفتوه أمور ديالو ما ميسرش، فيما دار رجلو ما كتسخرش ليه الأمور، فيما بدا شي حاجة كتعكس عفوا واش تبعها شي دعوة. لهذا حتى الوالدين النبي عليه الصلاة والسلام وصاهم قال لهم لا تدعوا على أبنائكم. علاش؟ حيت تقدر تصادف شي وقت ديال الإجابة ويستجب لك الله تعالى، فلا تدعوا على الولد بل ادعوا له بالخير، ادعي لي الله يهديك، الله يسمح لك، دير عقلك كذا، لأن دعاء الوالدين